ولا اسكت تجري ولا قاعد يا شيخ اقرا ارجع يا شيخ اجل يا الناس يا شيخ وانا ماسك القران بايدي والله وشايفه واقول يا رب يسعد علي يا رب تفرج عن هذا الكرب ايش ذنب الاطفال هذول ايش ذنب النساء هذول اللي بشردوا اللي بتاول طبين فيهم ناس عزل ناس بنزل الدور على الاطفال وعلى الدور وعلى الكل اطفال بتجري لا عارفين اهليها ولا حاجه كلهم بيجروا مسك الطفلين هيك مساكين بعيطوا بصرخوا بعد ما طلعت من زرت بنتي وجيت على الناس اللي هم قاعدين بيطلعوا من الشجاعيه مساكين ولاد سيل كله بطفلوا اللي براسها واللي برجليها مساكين حزين وكله ضرب قزم 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 بالجيش دخل الجيش عليهم وطبوا طخ 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 هذا الكلام حوالي الساعة 10 يوم الخميس وبعدين يا شيخ ادعي وانا ما اقول يا رب يا رب الفرج منك والنار وطخ علي ولا ما كنت شاعر بالكار والله ما انا كنت شاعر بالطخ ولا شيء بس قاعد ببكي على الاطفال المساكين هذول ايش ذنبهم